كيف الحال؟ مساك طيب، الله يطول عمرك، شو اخباركم؟ مساك طيب، كيف الحال؟ مرحبا وسهلا، يلا حيا، يلا حيا، كيف الحال؟ طيبين؟ هذه آلية برنامج على الجميع، الله يطول عمرك ويحييكم. ما ودنا والله ان نجرح خطركم. لا شوف، بعدين شافنا وشفنا، شفتوا على التلفزيون، يكفي، خليني باجي قدامكم، تقربون عندي هنا عشان اشوفكم. وحنا كل شوي وحنا شوي. تعال ابو سالم، تعال هنا. الامور متهيئه. ايه. والحمد لله رب العالمين. وحنا سعيدين والله بوجوده معكم. وحنا زيارتنا لكم كلكم. الله يحييكم. ما هو بعد سالم الحالة. الله يرفع قدرك. والله انكم ترفعون الراس. الله يطول عمرك. ونحن سعيدين. زين عقالك. لا انت، لا انت، لا انت. اني ربي بيزين. ما عليه انك محلى وصابغ اللحيه وخنجرها. ما هي مصبوغه يا رجال، شد بلد. شباب. ما شاء الله يحييك والله. الله يطول عمرك ويبارك فيك. ومرحبا بكم، ترحب بالمطر. الله يحييك. واحنا عندي فقره الحين وكنت بقدمها، لكن شفت منظركم في الجلسه. وحبيت طال عمرك اني اجي اسلم عليكم لان حق واجب. اي والله، ونعتذر منكم، هذه آلية برنامج. وآلية البرنامج يعني بالله، اعطونا الشباب توندو سالم وربعه، خلونا نشوفهم توندو تكرمه من المخرج. بس بنعتذر من سالم عن اللي صدر البارح من اذيه نفسيه لنا قبل سالم جديع. وهو هلا واخوانا اللي غردوا، ترى هذول الاثنين هم اللي غردون في تويتر. نعتذر منهم اشد العذر على اللي حصل من تصرف غير صحيح باسمي انا وباسم قناه الواقع الفضائيه. واما بالنسبه لسالم جديع، سالم مساك الله بالخير. ارحب يا ابو عبد الله، ارحب، الله يمسيك بالخير. الله يطول عمرك ويحييك. سالم دمعتك غالي وعزيزه، واخوياك من قبلك يعني شاركوا في نفس الفقره، في منهم من حرم من اهله، وانت بعد بيض الله وجهك انك سمعت واستجبت للبرنامج ولانظمته بانك ما فعلت مثل ما فعل اللي قبلك في خلاف الانظمه ورحت لاهله وادى الى استبعاده. فهذا ندل فانما يدل على وصيه ابوك قبل شوي لك انك تحترم انظمه البرنامج، وانت احترمتها وما جيت لوالدك ولاخوانك هنا موجودين. فالله يسعدك ويحفظ لك والدك واخوانك وهل الجميل الصغير ولد اخوك ولا لا؟ اي الله يحفظه ويسعده. احنا ما سمعنا من ولد اخوك شيء، شو اسم الولد؟ عطى اسمه مسفر. مسفر، عطه المايك اللي معك. اي خليه حسي. سالم كلم مسفر يا سالم. يلا كلمه ويقول عنده قصيده يبغى يسمعك اياها بعد. ارحب يا مسفر، ارحب. كلم تكلم. ما انت تحطه في فمك يا مسفر. مسفر كلم، عطى قصيده، عطى بيس. ارفع وجهك فوق. خلوه. مسفر. مسفر ابوي. ايوه شاطر. ارحب يا مسفر، ارحب. سلمى. لباك ابدك طيب وبخير؟ ايه. شوف سالم في التلفزيون، شوف في التلفزيون. شوف التلفزيون، شوفه. عندك قصيدة؟ تبارك الله. سالم. ما يستحي مثل عمه. عمه ما شاء الله يستحي، ها؟ ايه. بسم الله عليه. طيب سالم، اول شيء عرفنا على اللي موجودين هنا، والدك وبعض الناس يمكن ما تابعوا بداية اللقاء. الوالد وتاج راسي ابوي مسفر بن جديع. نعم نعم. جعلني قبله. ونعم. طيب واللي معه؟ اخوي الكبير جديع بن مسفر. نعم. جعلني ما خلا منه. ونعم جميعا. هالطفل الصغير الجميل اللي ودي المشاهدين يقول ما شاء الله تبارك الله، نسال الله ان يحفظه ويقر العين. هذا الصغير المشاكس المحبوب القريب الى قلبي. ما شاء الله. ايوه خلوه، لا تدقونه. الخجول جدا. هذا مسفر بن جديع بن مسفر بن جديع. ما شاء الله. يعني انت عمه صح؟ صحيح. هو انا ودي اصير عمه لكن هو معي، ما ادري ايش وضعه. بالله. مسفر ايش رايك تضحك؟ هو عمك سالم؟ مسفر. اتكلنا على الله وابتدينا معاك. جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. أنا كارثماوي. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبي الا رضاكم، لاجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم. جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة. انا كارثماوي.
وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلنا رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقم مستواكم جدكم الواقع بحل طيب الحين يا ابو احنا نقول بيض الله وجيكم لحضوركم الله يسعدكم جزاكم خير على تواجدكم معنا اليوم. احنا في قناه الواقع الفضائيه ممنونين لكم ولتواجدكم اليوم معنا. والله يحفظ لكم سالم ويبارك فيه. سالم جديع بيض الله وجهك وابوك الله يطول عمره اخوانك حضروا وانت البارح أختي عليك بالتصرف الغير لائق. القرار ممكن يعني نتفاهم فيه صح ولا خطأ، لكن تكسير الصورة بهالطريقة أنا أعتذر باسم قناة الواقع للفعل اللي حصلت، ويعني وجل من لا يخطئ والاعتذار من شيء من الكبار. سالم ودك تقابل أهلك؟ أي أيوة والله. تكفى يا أبو عبد الإله. تكفى يا أبو عبد الإله. تكفى يا أبو عبد الإله. طلبة أبو عبد الإله نبيه. تكفى إذا بتخصمون من نقاط اخصموا اللي تبغون. كلنا 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 ابو عبد الاله طالبينك طلبه. لا تنفذ جاهزه. تعال تعال. من يوم شفتك جيت وسمعت صوتك اني دارك تحلف كل علم طيب وان شاء الله اللي يتم. طيب انا 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 جلست مع اخوي ناصر الحربي وتفاوضت اياه ونظرا للخطا اللي حصل البارح طلبت ناصر زين الحربي بان نكسر القاعده ونخلي سالم جديع يقابل والده. مرحبا يا سالم وتعال، وهذا من الاعتذار منا. ولا عاد في طلبات مرة ثانية. انا كرزماوي والراس طايل ما عاد وايل امسك 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 ارحب يا رجال. اسمع اسمع طبيك انا ما كنت اسلم عليك بصراحه. ابشر باللي تبي بعد ما حصل البارحه. تغطى من البرنامج الخوي لازم على خويه الخوي. والله انه 70 نعم. والله اسمع الخوي الخوي الزم على الرجل من اخوه. الزم ولا ودي اقول من ابوه لكن الزم منهم كلهم الخوي الخوي. ونعم ابو سالم يا ابو سالم. انا اقول انك عند حسن الظن ان شاء الله من بين اخوانك وعمانك سبيرهم عمك وصغيرهم اخوك. ونعم التربيه. وانت رجل محسوب على القبيله وعلى السعوديه كلها وعلى المسلمين بعد محسوب على قبيلته فالسعوديه كلها ان شاء الله في حقه وكلنا اخوان وكلنا ربع. مجملكم خير ومجملينا كلكم. الله والله يبيض وجهكم كلكم وحاجك. وانا سعيد احنا بشوفتكم وزيارتكم وانا زايركم كلكم لا انا ولا عوالي. الله يحييك. هي زيارتي مهي زيارتي مهي خاصه لسالم خاصه لكم والمخرجكم ولكل الجميع ان شاء الله. وانا اتمنى ان الله يوفق الجميع وان الله يجعلكم فايزين كلكم ان شاء الله. وانتم فايزين والله انكم فايزين وعوال فايزين. الله يطول عمرك. الشيوخ وعوال الشيوخ. ونعم نعم من قبائل العزيزه. سلموا سلموا على عمنا جميعا الله يحييه. ساعة مباركة. مرحبا والله وسهلا. ونعم شباب شباب ما يحب احد من الثلاثه. مالي على الله واصبر وين الدانا كرزماوي انا كرزماوي.
ابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبالله رضاكم لاجلكم نبذل اللي لا يقدر استواكم عدكم الواقع بحلم وقله جديده سالم استريح جنب ابوك تعال استريحوا يا شباب سعود علوش استريحوا علشان الناس ورانا يتابعوا استريح يا ابو سالم مرحبا طلبا عليك على خشمي وش السعد احب خشمك لا والله انا اللي احب راسك احب خشمك لك الحق انت انا اللي طلب الله يطول عمرك الله يحييك على قدرك عمر اخويا عزيز وغالي وقدومك لنا اليوم يعني لنا شيء كثير يا شهد الله هذه بصراحه انها الواقع قناه الواقع وحنا الواقع الله يرضى عليك بصراحه الله إنها قناة الواقع الله صحيح الله يجزاك خير وهذا حظ الشباب الله يطول عمرك واجركم على الله الله يرفع قدرك الله هني صالح الله اجركم على الله الله يطول عمرك شباب صلوا على رسول الله الشايب يتكلم يا الربع الشايب يتكلم خلونا ما يداني هذا الكلمة الشاب بيتكلم يقول ما يداني كلمة الشايب الشاب اللطيف خلاص على خشم طول عمرك يبقيك الله يبقيك استريح يا الربع استريح يا ابو سالم خلنا ناخذ علومك واخبارك دامنا طال عمرك لمينا الشمل اليوم وعلى ما قال استريح يا ابو سالم لكن هذا ترى شيء استثناء اليوم استريحوا الله يرفع قدرك ناصر ها ما عاد جيتوا نعقبها على خشم يبشر الله يهدي ذا الوعده مع استريح ناصر خلاص تقهوا وخالصين جعلوا ذاك الجنة استريحوا سلطان بن ثقل استريحوا شباب استريحوا لانتم الله يرفع قدركم لا يهينكم جميعا طيب حنا نقول باسمي وباسم الشباب متسابقي برنامج كاريزما الاسم تقصيد فزعة فزعة عبد الله رقعان مر اليامي رقم الهوية طيب شاعر الايتام تعال يا عبد الله عندي تعال تعال هنا سمي ولدي استريح مرحبا بكم ترحيل المطر الله يعطيكم العافية يا شباب يضل الله يجيكم جميعا والبارح رسالة الأستاذ الجميل ترك الدوسري بسلطان لما قال لكم ما أجمل أن تكونوا إخوة متكاتفين متعاضدين ففرحتكم اليوم لخبر انه سالم الجديعي يعني يلتقي بوالده واخوانه فشفت الفرح في عيونكم وشلت سالم على الاكتاف من الهاوس مجلس لكن هنا المجلس الاحمر مجلس النشامه هذا ندلف انما يدل على طيبكم وعلى مرجلتكم وشامتكم وحبكم لاخيكم فبشرك ولدك محبوب عند اخوياه وعندنا احنا الاداره وعند الجمهور هذا الواجب ايه وهو سالم من الناس اللي بدايه البرنامج شغلنا عليها الجمهور يقول الا دخلون البرنامج غصب فبشك انه دخل البرنامج ومجملكم ورافع رؤوسكم فوق وانتم رؤوسكم مرفوعه اول وثاني عمرك وعمر السالم وعلى ما قال ان شاء الله انه يواصل نجاحه وتألقه وحنا ذا الليل يعني اخوي ناصر الحربي قائد الفقره شو اسمه لما لحظه لقى هذا البوم غنائي مو فيعطي العافيه ناصر انا لما شفت الموقف شفت دموع سالم وشفتك انت واخوان سالم موجودين حز في خاطري خصوصا انه كان البارح يعني عندنا القناه اخطت على سالم خطا بسيط ومثلكم يعذر اجتهدوا الشباب في التنفيذ تكسير الصوره فاحنا اعتذرنا واعتذارنا خليناه ملموس وفعل بان اليوم نكسر القاعده ونكسر قاعده البرنامج بطلبتي لاخوي ناصر الحربي بيض الله وجهه تحيه ناصر الحربي لانه قال لي تم فلبالي الدعوة ناصر أبريك لا أنت تسري عشان الكاميرات
لبالي يعني طلبتي وقال لي تم وسالم اليوم يلتقي بك انت واخوانه ومرحبا بكم ترحيب المطر. وبالنسبه للشباب ناصر الحربي يكلمني في السماعه الحين يقول لي تراه المره الاخيره ما عاد في طلبات، لكن اليوم هو استثنائي لان سالم البارح يعني القرار هو ما في مشكله يتم، لكن كسر الصوره هنا وجعني، فانا بنفسي نزلت وقلت سالم يدخل يا ناصر على خشمي وبشر ابو عبد الله ولبيه. الله يرفع قدره ومرحبا بسالم. مرحبا بسالم. وانا عندي كلمه والله اني حسيت ان الخطا هذا ان انا متسبب فيه، يعلم الله اني اجتهدت، ولكن سبحان الله مو بدايم لكل مجتهد النصيب. والله يبيض وجهك ودايم سباق في كل علم الغانم، والله يبارك فيك، والله يحيي ضيوفنا، والله انها الساعه المبروكه للجميع ان شاء الله يطول عمركم فيها. طيب انا باخذ اربعه ولا خمسه منكم مشاركات. يا صلاه بن علي بن حازم. ونعم 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 بالجميع، الله يحييكم. مرحبا ومسهلا. مرحبا انت راحي بالمطر. تريحي بيسر. عليك سلام. طيب انا عبد الله المري عنده مشاركه وحاسين بيرحب بكم. واخويا من وراه ولا فيهم على ما قال الا كل خير. يشاركون بيرحبون بكم لانكم في قناتكم وفي محلكم، والله انكم مبسطتونا وشرفتونا ومشاهدتكم انه يرفعنا. اي والله. عبد الله وش عندك؟ اول شيء مرحبا بكم. الله يبقيك طول عمرك. مايكك يا عبد الله. اقول مرحبا بكم، والله يحييكم وتشرفنا بشوفكم. اقول لك كلمه واحده، انت مربي لك حصان ومعلمه على علوم المرجله ورجال يجمل مع اخوياه. ما عليكم زوج، ما عليكم زوج. واللي مثله لا تخاف عليه. والثاني نشكر ابو عبد الله بيض الله وجهه. نعم. دائما يقدر. نعم. والشيء اللي احنا نبغي منه مو يدخل جاله يسلم. الله يسلمك. سلام السلطان. انا اقول ارحب وترحب بالمطر. مرحبا والله ومسهلا من حيث ممشاكم ومن ملفاكم. الله يبقيك. انت حر والحر ما يرث الا حراك. ما عليك نود. والله اني اقوله وانا صاد. يطول عمرك. وسالم لو شو نقول فيه ما فنى حقه. رجال يطيل عمر كاسب كل علم طيب، رجال يطيل العمر جنابه طيب لنا يا اخويا. هذا اللي احنا نبيه. انت شفت يطيل العمر والله ما بعك. انا كلت ماوي، انا كلت ماوي، انا كلت ماوي. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبي الا رضاكم، لاجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم. جتكم الواقع بحلم اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبي الا رضاكم، لاجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم. جتكم الواقع بحلم اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبي الا رضاكم، لاجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم. جتكم الواقع بحلم زيارتنا للجميع. والله العظيم نحن سعيدين بمشاهدتكم وسلاما عليكم وزيارتكم. الله يسلمك الشر ويحييك. وحنا ان شاء الله لكم من الزايرين مره ثانيه ان شاء الله. الله يطول. انت شاعر تحفظ من الشعر بالنشيد بالقصيد. سالم شاعر ما شاء الله تبارك الله، واكيد ان الاب شاعر ما شاء الله تبارك الله شاعر. الله شوف ودنا نسمع طال عمرك من قصيدك الزين. الشعر عطنا من قصائد الموعظة الشيء اللي ودك يلامس قلوب الناس. الشعر يا طويل العمر وهبت من الله. ايه. وانا والله عطاني منه شيء فيه خير. عطاك الله. عطاني الله منه شيء بسيط. لا هذا تواضع منك ولا؟ ايه ولا هو خلاني على يمناه. عوضني سالم واخوانه. ايه. كلهم شعار، قديع شاعر. ما شاء الله. وعبد الله شاعر وسالم شاعر. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. نعم. ونعم، اجي اسمع، نبي نسمع منك انت. والله يا طويل العمر عمر ما يسمع.
نبغى شيء رسالة للناس، للمجتمع، للشباب، رسالة طيبة تأثر فيهم وتغيرهم الأفضل. أنتم تعلم منكم الزين. والله يا الحيتران ولا هم ما يسمع. سالم فيها بركة. إيه؟ وأنا بعطيكم قصيدة وهي بتتعبكم شوي طويلة. طويلة. تخاف إن وراكم شغل. عطنا لو منها يعني الشاهد منها ولا الزين منها أنت. وهي ترى ما هي بلي، هذه الخالي سعد بن خزيم. ونعم. الفهر شفاليت. ونعم. يستاهلون وما يسمع. يقول هو عرض له مرة على عرب وحصل أبوهم يضرب أمهم. إيه. ولا فك ما افتك أمهم. إيه. الله يعلم عاد وش هو شحم بأبوه هو ما قدر. ما أدري. المهم إن حياة خالي الله يرحمه تهيض له يوم شافه يقول يلا يا علم السدات ترحمنا اللي بحكمه تجري الأكوان اللي رفع سبعا بحكمه وقدرته واللي رفع اللي رفع سبعا بحكمه وقدرته واللي نزل سبعا اللي رفع سبعا بحكمه وقدرته ولا بليته يلا يا علم السدات ترحمنا اللي بحكمه تجري الأكوان اللي رفع سبعا بحكمه وقدرته واللي رفع سبعا بلا عمدان يا مخرج ذن من غبة البحر وأول داود الحديد ولان ومصخر لابنه من الريح مركب سبحانك يا إله يا رحمن عندي زاكر العقول نصيحة نصيحة للشيب والشبان من سمعها الله يعمل بنصه ويصير في مخه لها برهان يا عاشق الدنيا ترى هدنية دنيا ترز عشرة الخلان لا كان تضحكك وتمهلك الرسل لما تغرت عليك تعال وصفت لك يوم باسر تكدرت تلفي عليك الفايت الديان مغرور في دنياك دنياك غرت خرجتها في طاعة الرحمن صلي الفروض الخمس لا تهون بال لا تلتهي في اللعب والنسيان وابنك على امك لا تجاوز زلته ولا طوع فمك النسوان ان قالت الحرمه خط امك مكبره قل عسى تحت اقدامها حذيان ان طوعت ولا فقطع حبلها وخلها تروح بذمه الشيطان قل ام حنون لي غبت ساعه ما تهتني نمو وانا مرضان واخوك لا تزعل ان جاتك زلته ولا تروح وخاطره زعلان الامر على ابوي سمعن وطاعه لو انت من كثر الشقاء تعبان لبد من بقعت رويك فرجته عادتها تفريس الاخوان يسرع سكات أخوك لا تزعل إن جاتك زلته ولا صرح وخاطره زعلان الممر على قول سمعن وطاعة لو أنت من كثر الشقاء تعبان ولا بليت أخوك لا تزعل إن جاتك زلته ولا صرح وخاطره زعلان الممر على قول سمعن وطاعة لو أنت من كثر الشقاء تعبان الله يا اخوان احنا ما ودنا نتعبك بيض الله وجهك يا لسان يا بركه بيض الله وجهك وصح لسان قايلها ويعطيك العافيه ولا هنت الله يرفع قدرك وجزاك خير طيب انا ودي دام ابو سالم حضر ودنا اخوانه بعد يشاركونا وش في خاطرك تجاه سالم ومشاركته في البرنامج والله تجاه كل علم طيب ارفع صوتك نبي نسمعك الراس في كل علم طيب أمة نوم سين معه ومع أخوياه ويا أونستانس شفناه بين رجال ضالة وش وصاياك لسالم أصيها عدم التعجل في كلش حتى في أخذ القرار إيه هو عجل مو هو بعجل لكن قال عادي عادي أنا أخوه الكبير يمكن قد جربت أكثر منها و... إيه؟ لا تتخذ القرار على طول إيه واستشير الرأي مراواة ترى إيه وهو ما يوصب ومسفر مبسوط مشاركته في البرنامج نعم مبسوط مشاركته ويرفع الراس هو يا اخوياه الله يطول عمره ايش رايك ايش رايك في انسحابه البارح معلن انسحابه ها لكل مقام مقال يا ابو في تويتر بتروح هناك تحول علينا انا ها روح تويتر ابشرك والله هذا من الاستعجال عندك انت وعند اخوك والله ما عندي تويتر اجى واحد منكم اثنين شاف تغريده لاخو سالم انت ايه عيناتك عيناته هو اللي يكتب التغريدات اعطونا سعود شلونك يا سعود عبد الله طال عمرك عبد الله ونعم يا عبد الله سالم من الرجال اللي نفتخر فيهم شاعر قبل يكون شاعر رجال يمثلنا خير تمثيل ارفع صوتك ماني بسمع اقول يمثلنا خير تمثيل ما اقول له الله يوفقك وخليك مع زملائك واطلع بالصوره الكويسه والله يوفقه ان شاء الله وان شاء الله نجم منه باذن الله شوف انت اليوم ابغاك تكون جريء مثل ما انت جريء في تويتر في برنامج اكس اخوك طال عمرك في البرنامج انت تمدح وشهادتك مجروحه الحين طال عمرك ابغاك تعطيني سلبيه اليوم انت كانك ضيف عند الرادار فقره الرادار اعطني سلبيه في سالم ولا في البرنامج ولا في زملائه يلا انت اليوم ناقد والله ان شاء الله مو على درب السلبيه لا تجامل والله في حاجه بس اللي هي العصبيه ولا هو عند سالم اي والله إيه؟ والعصبيه تحصل في كل شخص في كل شخص إيه؟ السلبيات والايجابيات إيه؟ لكن سالم في بس العصبيه وان شاء الله انها ما تضره باذن الله يعني وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب صحيح احسن حلو
طيب وزملائها في البرنامج كلهم شوف انهم على قلب رجل واحد ولا تحسن فيها؟ ان شاء الله باذن الله انهم على قلب رجال واحد وان شاء الله انهم مجملين وبيجملون باذن الله. باذن الله. شو يقول نايف اليامي؟ اقول الحب ابو عبد الله وبيض الله وجهك ووجه ابو نايف والحبو يا شايب ابو جديع ولا تقول شايب لا تقول شايب الا شايب وسبعين وشايب عند الملاقى صبي والله اني صادق ابو جديع سم الله يحفظك اول شيء الله يطول في عمرك انت بينا جميع ولدك سالم انت دخلت علينا صقر والله العظيم اني صادق ومجمل وشاعر وعارف وعارف كل علم طيب انت سمعت ويوم شفت اعوالك الكبار وما شاء الله تبارك الرحمن والله ما له من والله ما له في الرداء من مثقال ذره وسالم يا كرم مرحبا ومسهلا وجع ربي يطول عمركم والله العظيم اني مشوشمكم وفارحمكم والله اني صادق يبارك فيكم ويوفق الجميع ان شاء الله انتم رجال وعوال رجال وابناء قبائل وترفعون الراس وفي قناه ولله الحمد كل اللي يتمناها انه يدخل فيها حتى لو انه ما ياخذ جائزه لكن استفاد من معرفه الرجال واستفاد من العلم واستفاد نجاح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله والمليون ريال ما يبيها العين توهل الجائزه مليون ريال والناموس معها ها بتحطوني معكم انا بجيب لك سالم بيعطيك اياها ما تسفي ما هم معطيني اياها افا اي انقل الصقر والحر ترى ويدور له مرته ويدور له بيته وبيخليه هو المليون فيه حل ان يطبق علي يعلمني وانا هذا الحين نتفق انا وياه قدام الرجال والناس يشهدون الحين طعمك عقد النص بالنص 500 الف لك 500 الف له ينفاز ها تم لا والله بها كلها هاتروني بها كلها بها كلها اللي بها كلها بتروح عليها كلها ماني بقوم من الله ماني بقوم الله يعوضني برك من هاي سالم ايش تقول انا اقول ان خليت المليون اي يا سهى كانك ما اخذها اللي عندي عندك لا ما لك لو ابوك خابرك ابوك خابرك عطى العلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك اللي ابيك انت ومالك اللي ابيك ها ما احنا مخالفين كلام الرسول نعم انا ومالي واللي تبيه يبقى انا تحت امرك بارك الله فيك هذا مكيت في المليون فعلمني ابشر باللي تبي تحرني بس يدمرني على طول انت اي نعم انت مع مع حمران العيون والفوز والفوز ان شاء الله لكم كلكم ان شاء الله عبد الواحد عندك شيء بتقوله في خاطرك هي قصيده ولا ترحيب ولا يا ربي طول عمرك الله يحييكم تحيات المطر الله يجزيك مرحبا ومسهلا والله انا اسعدنا احنا شفناكم الله يطول عمرك وسالم اخونا الماكل واحد والمشرب واحد والمنام في في مكان واحد الله يوفقكم ومن غدا ابو سالم غدانا كلنا عياله الله يوفق الجميع وسالم صديقنا واخونا والشاعر يقول صديقي اللي له مقام وله وقار ما ضيق منه لو لحقني منه ضيق لصار من جور الدهر مقباس نار حقه علي يصير طفاية حريق سلام والله يحييكم تحيات المطر هذا الكلام اللي عندي سلام الجيم عطنا عطنا شيء بصوتك الزين قول للرفيق نخلي النفس خضاعه ما نوريها الجفا وتمطاعه تجمعنا على العز والطاعة وانت فرقنا بجوك يا الله وساعة انت حطتنا على كل سماعة جاه فرق ما بعدها تبرع وانت جمعنا على العز والطاعة وانت فرقنا بجوك يا الله وساعة قد حطتنا على كل سماعة جاه فرق ما بعدها تجمع انت جمعنا على العز والطاعة وانت فرقنا بجوج الله وساع من يحط لنا على كل سماعة جاه فرق شيل 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 يا منيب سمعنا ايوه شباب اثنين في الوسط بس اثنين
ابو فهد استريحوا 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 الله يعطيكم العافية بيض الله وجيكم جميعا. استريحوا يا شباب خمس دقائق يا شباب خمس دقائق بس ناخذ من وقت ابو سالم ومنكم جميعا. استريحوا يا شباب استريحوا ولا انتم ما عندكم شيء اصلا فاضيين صح؟ ما عندكم شيء اي والله مرحبا مرحبا والله بضيوفنا اللي شرفونا ونورونا ودمعتك يا سالم اليوم عزيزة علينا وغالية علينا وعلى ما قال ان شاء الله نكون فرحناك وان شاء الله ان من الدين ومن الاسلام ادخال السرور على اخيك المسلم. احنا ان شاء الله ندخل السرور عليك وعلى والدك وان كنا خالفنا الفقرة. اما انتم مشاهدينا اخواني واخواتي السادة المشاهدين نوصيكم بما بدأنا فيه البارحة وقبل البارحة وعلى فكرة
أنا بنية أبو سالم وسالم أخوانه وهلا أتبرع بسهم الشامل لهم تبع وقف اليتيم لوقف اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بالجديدة، وهي إن شاء الله أنها أفضل من الشحم واللحم ولا لا؟ لأنها طال عماركم يا أبو سالم هي إن شاء الله أنها تدخلك الجنة وتخليك مرافق لرسول الله وتدخلك مع أحد أبواب الجنة الثمانية باب الصدقة، فنويناها لكم تكونوا مرافقين محمد صلى الله عليه وسلم الجنة كهاتين. هذه طال عمركم وابشروا بالشحم واللحم بعدها إن شاء الله، وتوعدونا في يوم إن شاء الله. فالله يطول عماركم. حنا يا جمهورنا إخواننا وأخواتنا معنا هالوقف هالمشروع اللي أنتم بيض الله وجيكم البارح، وصلنا إلى كم يا شباب؟ 80% من المشروع، ما باقي إلا تقريبا 9000 تقريبا سهم، 9000 من 300 ريال، 9000 واحد من 300 ريال في هالمبنى اللي نشوفه الآن على الشاشة. طلع لنا يا مخرج تكرم منك، خلى أبو سالم جديع يشوفه وإخوانه والجمهور إخواننا وأخواتنا، وايضا ودي النسبه بعدكم معنا الجرافيك اللي طلعناه البارح. عطنا الان الوقف والعماره والمبنى لمن لم يراه خلال الايام الماضيه. الان هذا هو يا ابو سالم العماره والوقف تابع جمعيه البر الخيريه بالجديده، اللي ما بقى الا 9000 واحد من اخواننا واخواتنا من 300 ريال، واللي يبغى يدفع اقل يدفع، واللي يبغى يدفع اكثر يدفع. الله يدفع عنكم المصائب والكوارث والحوادث وغيرها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات. في ذي اليوم نبي مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة، فما أجمل اليوم أن نتبرع. أنا بأخذ منكم اليوم الجمهور 5 صلاة وثلاث صلاات تسعدنا بتبرعكم، وأبو سالم اليوم واحد منا، وهذا مكانه، وهذا يعني إحنا عياله وإخواننا موجودين اليوم، إخوان سالم جديع الله يحييهم. فعطونا 3 صلاة 4 صلاة، عطنا رقم المداخلة يا كنترول حتى نسمع تبرعات الجمهور اللي تحفزنا وتحفز المتبرعين من اخواننا واخواتنا اللي يشاهدون. اسال الله ان يغفر ذنبهم ويشرح صدرهم وان يبارك لهم في عطاياهم. ترى احنا الله يغني اليوم من فعل ربع فيصل دبالين بن علمان، قاموا طال عمرك وعشونا اليوم، كم عشونا به الله يغنيهم ويزيدهم. وهذا والله الكرم الحقيقي اللي الواحد يحتسب الاجر فيه عند الله سبحانه وتعالى، لان الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، وهو من الدين. فالرسول كريم، وابراهيم عليه السلام قبله كان أبو الأنبياء كان كريما، فقربه إليهم قال ألا تأكلون في عجل سمين أو حنيذ، فقرب إلى ضيوفه. فالكرم عادتنا إحنا المسلمين والقبائل وعادات التقاليد، عادتنا الكرم بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن كان عادتنا الكرم فيما بيننا، فما أجمل اليوم أن نكرم اليتيم اللي هو الله جعله بين يدينا ليرحمنا من فذ رحمة. في الله عطونا اتصالاتكم، هذا الرقم الاتصال أسفل الشاشة، 3 اتصالات 4 اتصالات بشكل سريع. والتبرعات نبيها الآن 9000 واحد منكم بس من 300 ريال هالمبنى يكملون الجمعية المبالغ من خلالكم، 300 مع 300 مع 100 مع ريال مع 20 مع 1000. والبارح جانا اتصالات واحدة أمهاتنا تبرعت ب5000 وأخونا تبرع ب2000 وهذا ب2000، وسعر المتر المربع في العمارة اللي شفتوها قبل شوي والأرض الوقف ترى ب2000 ريال، سهم البركة سموه. هذه الأرض وهذا المبنى ترى يعني 50% باقي عليهم 50% أو 40% ويكتمل من خلال تبرعاتكم. 9000 واحد بس الآن لو حطينا يدينا في يد بعض وتبرعنا الحين، صدقوني هالوقف إن شاء الله ما يمر عليه شهرين 3 شهور إلا هو مكتمل ومؤجر على براندات عالمية من ضمنها دانكن دونتس وغيرها، ورأس مال المبنى ذا كامل يرجع خلال 3 سنوات، لأن في مكة العقار معروف إنه ما يرجع بعد 15 سنة 20 سنة، لكن الله وفق هالجمعية انها جابت براندات عالميه واستاجرت منهم في راس مالهم بيرجع. فالمتر ب2000 ريال كانك شاري معهم ارض او قطعه ارض في الجنه تحجز فيها مقعدك مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اعطونا تبرعاتكم على رقم الجمعيه، واعطونا اتصالاتكم على رقم المشاركه اللي اسفل الشاشه، خلونا نسعد وياكم. ابو سالم، الجمعيه الخيريه هذه عندهم ايتام وعندهم محتاجين وعندهم فقراء، الدوله الله يعزها يحفظ ملك الملك سلمان عبد العزيز وولي عهد الامير محمد بن سلمان عبد العزيز، جعلوا تعاون وتكاتف بين المجتمع وبين هالجمعيات حتى ان احنا نحصل على مكاننا ومقعدنا في الجنه وننجو من النار ونقرب الى رسول الله ونكون مرافقين له بكفاله الايتام مدى الحياه لا وداخل مكه المكرمه. انت اكيد لك مع عمل الخير مواقف كثيره وتعرف معنا عمل الخير خصوصا مع المحتاج واليتيم، وش بتقول طال عمرك؟ والله هم يسمع العلم الطيب مطلوب من كل طيب، سمعت؟ ليه؟ ومن مدف هو مد نفسه، من مدف هو مد نفسه. نعم، وهذه مدة في محلها، يا سلام، في محلها ينويها الإنسان لله. نعم،
ينويها لله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال مد ولو بشقفة تمرة. لو بشقفة تمرة. الحين الناس إن شاء الله بخير. يا سلام. الناس إن شاء الله بخير. وهذا فعل خير. وأنت فتحت الباب. والله يجزاك خير وما يسمع. ويخلي لهم من يعتني بهم. سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن عبد سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الله يطول عمارهم وعمار ما يسمع. وحكومتنا الرشيدة ويعز الإسلام والمسلمين. آمين. التبرعات كيف تحصل؟ تستطيعونك عن طريق الموقع اللي أسفل الشاشة الحين يصورونه الناس يروحون الموقع في الإنترنت ويدخلون يتبرعون عن طريق الجوال، وإلا عن طريق الصراف اللي ما يعرف التقنية أو يعلمون عياله، أو عن طريق بنك الراجحي تطبيق الجوال يدخلون يروحون جمعية البر الخيرية بالجديدة، ثم عندهم عدة خانات أو أيقونات قبل الأخيرة في 6 خانات مكتوب وقف اليتيم، يضغطون عليه ويتبرعون بالسهم الشامل 300 ريال، والموضوع ما ياخذ دقيقة واحدة. وإن كان على المتجر الآن الباركود اشتري على الشاشة، الدنيا تطورت يا أبو سالم، الموضوع صار سهل، صار الحين واحد الجوال يصور يدخل المتجر 300 ريال تبرع. سلم بارك الله فيك. إيه الجمعية ترسم عليه في الواتساب الحين يعلموني الناس يتبرعون. أيوة. والحين معنا اتصال من سعود القحطاني. مرحبا يا سعود، خلنا الحين هذا واحد من المتبرعين. هذه من كيف تجينا؟ يلا يا سعود حياك الله. سلم فيض الله، كأنك عارف اني عطشان. سعود السلام عليكم، انت على الهواء. السلام عليكم يا سعود. سعود انت تتابعنا من الشاشه، ودي انك تسمعنا من التليفون وتقفل التلفزيون الله يطول عمرك. طيب راح سعود. اما بالنسبه يا ابو سالم والجمهور الكريم، الجمعية مرخصة مصرحة من الجهة مركز المعلومات، مركز الوطني للقطاع غير ربحي، موجود أسفل الشاشة بعد باركود الواحد، هذا اللي تشوفه أسفل الشاشة، الواحد ممكن يصور ويدخل ويشوف تصريح بجمع التبرعات على شاشة قناة الواقع الفضائية. شغلهم نظامي 100%، وحنا في زمن الحزم والعزم وفي حوكمة، يعني الحوكمة ايش معناها؟ أنه متابع كل ريال وكل شيء مرتب. هذا فضل سبحانه وتعالى، ثم فضل الملك سلمان بن عبد العزيز، وفضل عراب الرؤية وقائدنا الملهم الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز اللي نظم ورتب وفعل فعلات يمناه برجالات اللي احنا منهم نفتخر بذلك، مع الجمعيات المباركة اللي اليوم حنا هي من المستهدفة، من الأشياء اللي استهدفها طويل العمر اللي هي خدمة القطاع الثالث اللي هو الجمعيات الخيرية. احنا الآن نخدم هذا الأمر، واحنا واقفين واحنا رجالة، واحنا واقفين مع أخواننا الأيتام، مبشر بالتبرعات ومبشر بالخير. الآن جانا تبرع فضل الله سبحانه وتعالى مبلغ 1200 ريال، تحية شباب لمن تبرع وشارك الله يكتب أجره. الحساب الجمعية الخيرية، جمعية البر الخيرية الجديدة، منطقة مكة المكرمة، لغرض المشاركة بوقف اليتيم مكة، أرجو الحصول على البطاقة لصالح 6 أفراد، الله يكتب أجرك. ويقول يبغى بطاقة إهداء يا جمعية الآن تتابعوني، أرسلوا عليه. ويبغى كذلك صك كفالة يتيم، أي واحد يتبرع يصور الإيصال يرسل على رقم الجمعية الموجودة في الشاشة، ومباشرة يعطونه بطاقة إهداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، عشان كذا أنا هديتكم، إحنا نحبكم نبي نحبكم زود وتحبوني زود. الله يجزاك خير، اللهم أمين. سعد القحطاني حياك الله يا سعد، الساعة المباركة. معنا اتصال، سمعنا صوت القطار، شكرا يا سعد. طيب تبرع آخر من فاطمة بنت أحمد، تقول تتبرع بنية أبوي الله يرحمه ويعفو عنه، والله يجعلني ما أنساه بالصدقات، ادعو له بالرحمة. وبنية محمد، وينك يا محمد؟ موجود يا محمد ولا مو موجود؟ محمد الودعاني يستاهل. وتبرع آخر كذلك تقول بنية المتسابق، وينه حشر الفهاد يستاهل، الله يتقبله يجعله خاص لوجهه. حشر الفهاد تبرعوا بنيتك، وكأنهم يقولون نبيك مرافق مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. ايش قصة حب الناس لك؟ البارح ناس تبرع عنك واليوم ناس برا عنك. حاجة قبل ذي كلها، أنت أبو عبد الله بالعلوم الطيبة تعلمك بالعلوم الطيبة وفي إخواني قصور، فلكن أنا أتبرع لبنية أبوي الثاني أبو سالم وإخواني الباقين إن سمحت لنا يا أبو عبد الله. هذا الحاجة. والحاجة الثانية فالله يعطيهم العافية بإذن الله، أني عند حسن ظنهم وجعل ربي يطول عمره. للأمانة الكلام منه التعبير انه عندي شوي، لكنك صدمتي وانا والله اني موجز. والله بالعكس تعبيرك جميل جدا، اتمنىها هدايا عم وابوي الثاني شيء مني ويعتبرونها واجد. الله يجزاك وياكم جميعا ويستاهل وياكم. وش ردك يا ابو سالم؟ تبرع بنيتك ونيه عيالك،
ان شاء الله يكفل لكم ايتام في جمعيه البر الخيريه الجديده في وقف اليتيم ان شاء الله باذن الله. وش تقول ولدك حاشر الفهد؟ والله نعم وبيض الله وجهه وجزاه الله خير ويجعل هذه حسنات في موازين حسناته ان شاء الله ويوفقه ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. هذا هو المشبب وكلهم ان شاء الله مشببين ونعم فيهم جميع. سمعت والله يوفق الجميع ان شاء الله. امين يا طيب بيض الله وجهه. استاذ ابو سالم في اتصال معنا من ابرار. احنا قلنا وش في صوت القطار صار كثير اليوم؟ ها؟ ها؟ ضغط اتصالات؟ يا اخي انت تصبح اكبر مسلك في العالم، والله بيضاء. احيانا شغال في الاتصالات؟ سابق. طيب التبرع الان يصل ب 100 ريال. شكرا يا من قلت او قلتي ممكن توصلون للناس يقراها على الهواء، انا اقراها وان لم اقرا بعد تبرعاتكم فاعلموا ان الله جل في علاه يعرف كل تبرع، واللي يعطينا تبرعه ترى الله سبحانه وتعالى يقول ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فانتم على خير والى خير، اسال الله ان يكتب اجركم. يلا تبرعات كثيره، الان نقرا تبرع ب 100 ريال من مريم المري على نيه اهلي ونيه خماسيام وشنار الدوسري وتكفون ادعوا لنا. الله يجزاك خير ويرفع قدرك ويبارك فيك على هالتبرع بنيه الشباب جميعا. وعبد الله المري بترد بالنيابه عن اخوياك. الله يكتب اجرها ويرحم والديها، والشعور لا يوصف والكلام ما اقدر اعبر عنه، لكن بقولها في ابيات يا ابو عبد الله. سلمت. يقول احب ان اشكرهم صغيرين وكبار. سلام. جمهوري الغالي حرار وشياهين، من يبذلون الجهد والدعم باصرار ووقفاتهم دايم بكل الميادين وكل فخر، لصرت انا امثلهم اجهار وامثل المره ويامن ويبرين واعد نفسي للوطن ابنه البار وشعاري الاخضر ونخله وسيفين. الله 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 والله ونعم فيكم وبارك الله فيك، يعطيك العافيه على هالقصيده، وما اجمل في اخر الابيات لما قال شعاري شعاري ايش؟ الاخضر ونخله وسيفين. ونخله وسيفين، والله العظيم نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه المملكه العربيه السعوديه وبكل فخر، والكلام هذا لا اقوله تزلفا ولا تقربا والا حكي اعلامي، لا والله انه فعليا وادي الله يطول بعمره سعيد بن علي الغامدي. نعم. رباني على هالشيء دائما، كل ما شافني اصور سناب ولا في الشاشه قال وانا ابوك الوطن والملك ثم ولي العهد، تكفون خلوكم حزام لهم، تكفون خلوكم درع لهم، تكفون فانتم سلاحكم الاعلام، فجملونا بالاعلام بالدفاع عن الوطن والوقوف مع الملك سلمان ولي عهده ورجالاته، فهذا هو وطننا، وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، لا نستحق العيش فيه، والوطن اليوم قدم لنا اجمل ما يكون من الامن والامان وغيرها. نرحب بالاعلامي الجميل اللي مشرفنا الان دحام الضحيك. مساكم الله بالخير. يا مرحبا وهلا وسهلا بدحام. مرحبا ترحيب مطر يا دحام الضحيك، منورنا احد نجوم برنامج زد رصيدك تسعه، من الشباب اللي انا شخصيا اتلومس بقوته وب تواجده ومرجلته وشهامته، ووالده كذلك مسي عليه بالخير لاني احبه على الصعيد الشخصي كثير. الله يحبك ويرفع قدرك. الله يطول عمرك. رحيم يا مرحبا. على مبالي قراد يسلم دحام، انا بقرا التبرعات بعض من التبرعات، اعطي الكاميرا يا مخرج عبد الله الزهراني شوشتك مغطي على الكاميرا، الله يبيض وجهك. سالم مرزامك مغطي على امزح امزح. طيب في تبرع الان ارحب يا دحام، انا سلمت عليك داخل وسلم مره ثانيه. التبرعات الان هيا الزامل تتبرع ب 900 ريال، تحيه لهيا الزامل، وجدان عسيري ب 500 ريال، فاطمه الزهراني 100 ريال، اثير علي 300 ريال، محمد العتيبي السهم الشامي 300 ريال، احداد ارحب يا دحام تعال جنبي تعال جنبي هنا. اهداد اعتقد اسمها كذا واهداب عفوا اهداب تتبرع، خلنا واقفين اجل دامك جيت. انت شباب ورجال انا وياك لنا ساعه داخل، خلنا نوقف شوي نتعبك يا ابو سالم خمس دقائق. طيب انا تتبرع ب 100 ريال، هيا الحقباني 300 ريال، ندى الجديع 50 ريال، ريحان الحارثي 100 ريال، فاطمه الزهراني 100 ريال، وهنا محمد العتيبي 300 ريال، وهيا 300 ريال، اي تتبرع ب 100 ريال، وعلي هادي تبرع ب 300 ريال، والتبرعات كثيره والاتصالات كثيره كذلك عند الكنترول. يا اخي انت وراك انت بارك الله، ترى بسويك زي ما سوى محمد ودعاني الزهراني يوم قطع الكاميرا. انا اللي بليته. لا انت. ما هي حلوه الحركه الزهراني. طيب صل على رسول الله، خلنا نكمل بس سلمت الله يعزك. جمهورنا اخواني اخواتي باقي 9000 واحد منكم، انا اشوف انه الان وصلنا الى مرحله جدا جميله 80% والحين 9000 واحد. انت شو تضحك؟ اصلا انت تدور قشر فيهم. لا لا بس انه كذا ابتسامته حلوه. طيب
9000 واحد منكم من 300 ريال يكتمل مشروعنا اللي هو وقف الايتام ووقف اليتيم تبع جمعيه البر الخيريه الجديده. دحام ضحيك دامك جيت فابغاك ترد على اتصال، فانت اعلامي محنك وجميل ورائع من مبارك، ونبغى تبرعه ونبغى يتبرع بنيه من مبارك. مرحبا مبارك. السلام عليكم. اهلا وعليك السلام. جزاكم الله بالخير. النور والسرور. يلا حي. عرفته. امسي عليكم جميعا. ونعم. 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 ما شاء الله. ونعم ونعم. يا مرحبا مبارك. الله يحييك. وانا اسمعك. الله يبقيك. وتبرع بنية والدي سامي الشامل واخواني موجودين وجميع المتسابقين، ودي اليوم معكم لكن بظروف العمل ما قدرت احضر، وابشروا بالعوض ان شاء الله. الله يطول عمرك ويسلمك ولا يهينك ويبيض وجهك ويجزاك خير. مبارك ولدك. الله الله. تبرع بنيتك طال عمرك وبنيه اولادك كاملين. مبارك كله بركه جمعها في صدقه وفي بر بوالده واخوياه واخوانه. الله يعافيك ويرحم والديك، عساك تلقى ثمرتها في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره. الله يعافيك ولا يهينك يجزاك خير يا مبارك. سلمت. مبارك راح. مبارك طيب بيض الله وجهه على اتصاله وعلى تبرعه، والله يجعله ميزان حسناته، وما اجمل الخير من اهل الخير، تربيته طيبه وهذا والده ندل فانما يدل على التربيه المباركه من ابو مبارك ولا ابو سالم ولا الكبير منهم ابو جديع. ونعم الله يحفظكم جميعا. التربيه طيبه وجيههم طيبه، العيال ما شاء الله مجملينك في كل مكان. وهذا مبارك الان يتبرع لوقف اليتيم تبع جمعيه البر الخيريه بالجديده، وحنا اليوم مع الجمعيه الين يكتمل المشروع. ترى باقي 9000 واحد وانا باخذ هانت. باقي 9000 واحد. دحام ابغى كلمه منك للمشاهدين للمشاهدات بشان هالوقف، ونبي كلمه من كل واحد في 10 ثواني 20 ثانيه، ونسمع اخر اتصالين ونقرا 10 تبرعات، ورقم الجوال موجود ورقم الاتصال موجود. يا جمهورنا اعطونا تبرعاتكم، خلونا نفرح اليوم بان هالمشروع بيكمل. يعني يكمل. شكرا دحام. الكلمه اول شيء انا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اشكرك انت بيض الله وجهك وجمل الله حالك. انا من يوم ما جيت والله ودي اني اخذ علومكم لكن الوقت ضيق، فزهمت وتجملت وملحات ما يخليها على قولتك. الله يرفع قدرك. قلت تعال يا دحام يوم جيتك وتمينا بامر الله سبحانه، وبغيت امشي قلت لا والله انت تجي نعلنها على الشاشه ما نعلنها على برنامج. هذا الكلام انت سبكتني انا، انت تصرفت علي الحين. صل على النبي. صل على النبي. استعجل يعجله. صل على النبي. يقول انت لا شفتك تذكرني في بيات ابن مدح من نجدي يوم يقول احد على جاره بختري ونوار، واحد على جاره صفات المحيفه. انت ما هو على جارك بس، على جارك وربعك واخوياك وزملاك. مدح الرجال في وجه مدمه لكن انت مدحتك منك. اما بالنسبه للصدقه فكنت تكلمنا عنها واجد من ايام برنامجنا، وتذكر تذكر حصاه على حصاه جبل وريال على ريال مليون. عز الله. فخيرها في الدنيا والاخره، وحالات الصدقه انك تخشر فيها بر الوالدين ولا الميت، وتلقى ثمرتها باذن واحد احد. انت تقدم وانت اللي في حاجتها، ما هو اللي تصدق عليه. لازم. وبتلقاها وانت ترجي كريم سبحانه، وهو اكرم منك، اعطاك المال واعطاك الفرصه، فقدم وسابق ومن قدم السبت يلقى لحد. وش يقول دحام الشاعر عن اليتيم وعمل الخير والمنشد والملحن اللي صوته يطربنا؟ الله يرحم والديك. وانت اليوم ضيفنا، قبل لا اعلن عن الشيء اللي في خاطري وانت لمحت الله يهديك، ابي شيء عن عمل الخير واليتيم او المحتاج او اللي اليوم احنا واقفين علشانه، اليتيم والمحتاج والفقير هناك في جمعيه البر الخيريه الجديده. الله يعز حكومتنا، نقولها من كل قلوبنا لان فتحت لنا المجال. ترى اول احنا اذا جينا نتبرع يلا على السياره نروح ندور الجمعيات، الحين بفضل الله قنوات موجوده، الاعلانات موجوده، الجوالات موجوده، وكل شيء صار ميسر. اول نروح عند الاشارات ونشوف واحد محتاج ونعطيه حرمه من لابسه عبايه سوداء نقول ها خذيه، وفي الاخير يصيرون من الفئه الضاله اللي تحارب بلدنا. الدوله الله يعزها قالت لا، هذول يوقفون عند حدهم، ووضعت هي اعتقد اسمها الى الان مكافحه التسول، صحيح؟ حتى يحاربون امثال هؤلاء اللي احنا من طيبنا وفطرتنا الطيبه والدينيه الزينه ان نعطي، لكن الجمعيه الحكومه قالت لا وقفوا. الان في جمعيات مرخصه، مراقبه، حوكمه، متابع حساباتها، لا تعلن الجمعيه بعد الا بتصريح جمع التبرعات. وزياده على الحرص المركز الوطني للقطاع غير الربحي بيض الله وجيهم قالوا يا القنوات ويا الجمعيات لا تجمعوا تبرعات حتى المشاهد نفسه المتبرع نفسه يشوف بعيونه الباركود. طلعوا يا شباب تحت اسفل الشاشه يصورونه الناس، يدخلون يشوفون الحمله متى بدايتها متى نهايتها علشان تطمئن قلوبهم، يعرفون ان اموالهم راحت لمستحقيها وان اموالهم تروح للعماره والوقف اللي داخل حدود الحرم في مكه المكرمه. فهذا المبنى. دحام شوف المبنى، ابو جديع شوف المبنى، وعياله كذلك والشباب. هذا المبنى للجمعيه قدام العيون. الشباب زاروه المتسابقين فلاح وسيف ومناحي،
وقدام عيونهم صوروا وسووا معكم بث زوم وداخلوا معكم والجمهور شاف، معناها كل شيء نظيف، فلا نتأخر علشان نلقى رضا الله. الشاعر، الملحن، المغني، المنشد اللي ما شاء الله جامعها كلها، أبغى أسمع عن اليتيم شيء. رحم والديك، أبشر بإذن الله. فيها أبيات كنت قلتها من مبطي، يقول من عرض القصيدة ما هو من أولها، يقول يا ابن آدم. لا لا بصوتك. بصوتي حين باك. ايه ايه يا البن آدم يوم شبك فيك هاد رجع أعمالك قبل يوم الحساب صل زك وحج للمحتاج مد وفعل صل زك وحج للمحتاج مد اللهم صل على محمد اي صل زك وحج للمحتاج مد واحفظ اللي تقدره من الكتاب عم حرم ربنا يا اخوك لد عينك وحذراك تاقع في الخراب شوف النتائج من عن المعبود صد ضايق لو كان في عز الشباب وما بها احد نظام من الرزق هبت حتى لو سوى فرامكو اكتتاب وسد اذنك عن كلام الخلق سد بعضهم يبلاك في كثرة العتاب ذا يجي حاقد وذا يبغى يحد وقيل قال وبابن بلي جواب الله المعبود قالوا فيه ندخل عدل نطفة اللي من ترى الله 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 سعسانك صح قدامك وجهك طول عمرك شرايك في الكلمات القصيدة يا أبو جديع أقول إنه شاعر الله يرفع قدرك والله أنا وكلامه في محله والله يوفقه ويوفق ويوفق الجميع اللهم آمين والله أنا وسام على الصدر وتاجا على الرأس الله يطول عمرك يرفع قدرك يرحم والديك آمين يا رب الله يسلمك أنا والله ترى من قبل لا أجي يوم تقول أنت خربت علي ترى أنا جاي ما أدري وش صاير جالس هنا ولا أسمع وأحسب إنك جبتها لكن لا لا جبتها انا مطبله لا عادي عادي انا من يوم اني هناك عاد عاد زيدها بعد لا 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 ماني بزيدها لكن من يوم اني هناك كنت كاتب من بيتين بطلبك فيها ان سالم يقابل ابوه ايه؟ لكن راح الاوله ما ينلحق الا قلت فيها بيت الثاني اقول انا بطلبك ايه؟ لا ترخص مطالبي يقابل ابوه لا يقضي ولا شافه الا يوم جيت عند الشاشه لانهم متقابل سبق هناك طال عمرك وياك واحد الشك زايد طيب بقرا بعض التبرعات ابشر على خشمي لانه دامنا وقفنا في اليوم وجه ابو جديع وجه خير وعيال الله يحفظهم ويتعم الصحة والعافية وجيه وجيه خير إن شاء الله على أيتام وعلى المحتاجين في جمعية البر الخيرية الجديدة وأنا حاط على نفسي عهد وعلى عنقي والشباب كلهم من بداية البرنامج اتفقنا وحطينا يد على يد وتعاهدنا أن نكمل هالمشروع وقف اليتيم وقف اليتيم أبشر بي قلنا أبشر بي للوقف وقلنا أبشر بي لكل يتيم في جمعية البر الخيرية الجديدة وحنا الآن 9,001 من أخواننا وأخواتنا الآن لو نشارك لهالجمعية والله العظيم أن نلقى رضا من رب العالمين صدقة تطفئ غضب الرب إن كان الله غضبان علينا وإحنا خايفين من عقابه في الدنيا ها لأن إذا قال الشيء كن فيكون يمهل لكنه لا يهمل بسبب صدقتك ربما يحفظك من حادث شنيع ولا وفاة ولا إعاقة وربما يحفظك من حريق في بيتك ولا مرض وإن كانك مريض ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد داووا مرضاكم بالصدقة ترى الكلام مكرر ترى القرآن كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم إحنا نسمع حديث كثيرة لكن يذكر بعضنا بعض لأن الله في القرآن يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن ذكر بعضنا بس حتى وإن كلام تكرر لكن أنا يا ناصر لما أتكلم أحيانا عن الإنفاق والصدقة أقسم بمن أحل القسم إني كأني أذكر نفسي وارجع اطلع من عندكم ولا عندكم احيانا اتبرع على الهواء لاني اذكر نفسي بعض الحديث اللي كنت غافل عنه لكن يهمني يلا واذكر نفسي فاتذكر فاعمل واليوم احنا نبغى نعمل لاجل ان نكون مرافقي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه كهاتين ثانيا نبغى نكون من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ومنهم رجل انفق تصدق بصدقه فاخفاه حتى ما تعلم شماله ما انفقت يمينه تخيل في يوم لا ينفع ماله ولا بنون في يوم تدنو الشمس من حرارة الشمس وقوتها ها تدنو منك بعض الناس يصل العرق من شدة الشمس وحرارتها ها يصل العرق إلى ركبتيه بعضهم إلى حقويه وبعضهم إلى كد منكبيه وبعضهم يلجمه العرق الجامع يغرقك العرق تتغوص فيه لكن لما تتصدق فإن الرسول يقول سبعة يظلهم الله يعني في ناس يغرقون في العرقهم لكن أنت الله ظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله ظل الله سبحانه ما في ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى فالله يظلك حتى لا يلجمك العرق الجامع فهذه نجاة هذه توافيك هذا اختيار هذا اصطفاء من الله لما يختارك بين 8 مليار واحد في العالم دول كلهم يوفقك الله أنك تتابع
الآن شاشة قناة الواقع وتقرب على الجوال وتفتح الجوال بسم الله في 10 ثواني 20 ثانية تتبرع لأجل وقف اليتيم لجمعية البر الخيرية بالجديدة وتقول يا رب أقبلها عني وعن والديني وعن أهلي وتأخذ بطاقة إهداء وتهديها لأبوك ولأمك والزوج لزوجته والزوجة لزوجها والعيال والأطفال. ما أجمل الوفاء بين الزوجين، ما أجمل الوفاء. أبائنا ترى أمهاتنا تعبوا علينا، ربونا، احرصوا، انسافروا يتصلون ويسار على الولد، صلى ولا ما صلى، درس ولا ما درس، ذاكر ولا ما ذاكر، ناقصكم شيء. ما يستاهلون أن نوفي اليوم بعلمنا الغانم. مثل أبو جديع اليوم أول ما جاء وصل سالم رسائل قال أوصيك بأخوياك وأوصيك بكذا، لأن الأبو دائما وده يشوف ولده أنه يجمله ولا لا، يقول ما وده هي هو مجمل، لكن وده أنه دائما يكون الابن أطيب منه ولا لا. هذا اللي آبائنا ما يستحقون. آبائنا وأمهاتنا اليوم من هم أحياء أو من قد رحلوا تحت الثرى ومات، والله يغفر لهم يجعل فردوس العام الجنة، أن اليوم إحنا عيالهم اللي تعبوا علينا دعونا نقدم لهم صدقة، ربما من كانوا في قبورهم الآن تمسح ذنوبهم وتكفر وتأتي هناك حسنات وتزداد الحسنات تزداد الحسنات حتى يغفر الله لهم ذنوبهم وهم داخل قبورهم ويكون قبرهم نور وضياء وفسحة وسرور وتقدم له على طبق من نور فيكون في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب صدقة ابنه الحي ولا بنته اللي على قيد الحياة. أما يستاهلون أبناء آبائنا اللي على قيد الحياة وأمهاتنا أن نقدم لهم اليوم بطاقة إهداء نأخذها من الجمعية 300 ريال نتبرع الآن في تطبيق الراجحي وقف اليتيم تبع جمعية البر الخيرية الجديدة، هو الباركود نصور الأيباب من البنوك الأخرى بطاقة إهداء وصكها على اليتيم، ويا أما نطبعهم بروزها ونروح نهديها لهم، يا أما بالجوال نهديهم كانوا يعرفون يقرون، ولا نجيهم ونوريهم نقول هذه بطاقة لك يا أبوي ولا أمي. راح يسعدون لأمرين، الأمر الأول أنك قربتهم إلى الجنة وبعدتهم من النار، ثم أنهم ربوا ولد صالح في علوم الخير وعلوم البر وعلوم كفالة اليتيم ما نساهم بل تقرب منهم. وشيء ثالث أنهم عندهم ولد صالح، لأن الولد الصالح هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومن ضمنها ولد صالح يدعو له. فإن تصدق الابن اليوم معناها أن الأب والأم ضمنوا أن ولدهم صالح، فإذا متنا الولد الصالح سيبقى صالح إن ثبتها الله، صح ولا لا؟ صحيح. زائد الصدقة الجارية اللي تدوم للأب والأم في جماعة الخير. إخواني وأخواتي أنا ما ودي أطول كثر الكلام ينسي بعضه بعضا، لكن طالبكم وأخيكم اليتيم هذا لا ننساه، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. هاي كذا القاعدة المعادلة، تقول يا رب يا رب نسألك رحمتك، إن جانا حر قوي يا الله رحمتك، إن كان أنت برحمة الله تقرب إليها بالفعل، لا تطلب رحمة الله وأنت مقفي عن اليتيم وأنت مقفي عن منافذ الرحمة. منافذ الرحمة تراه صيدة وتوفيق من الله لا يقتنصه ولا يصيده إلا الموفق، الموفق اللي يوفقها الله يقربه الى عمل الخير. هذا علمي وسلامتكم ان شاء الله. الله يرفع قدركم، كل اخوياك ان شاء الله موفقين، الله يطول عمرك موفق. الله يجزاك، والله يبيض وجهك ووجه ما يسمع. اللهم امين. الله يجزاك خير، حل وجهك على النار، والديكم انت تحب وياك. الله يجزاك خير. احنا بنختم، ابغى اعلن اعلان في ختام. سلطان عندك شيء؟ ابشر على خشمي، بس خلني اعلن اعلان مهم. دحام ضحيك شرفنا اليوم ونورنا. دحام ضحيك الله يرضى، كنت في برنامج الرصيد 9 اجلس انا وياه خلف الكواليس وعلى الشاشه واقول هذا نجم ساطع لامع مبدع سيصبح له شان بعد البرنامج، وشخصيا وداخليا كنت اتكلم واقول ان دحام ضروري يستمر في الاعلام لابداعه لفصاحته لبلاغته لمرجلته لشهامته لشعره لقصيده لنشيده لتربيته الطيبه، لان قابلت ابوه وابوه عز الله انه شيخ ما شاء الله تبارك الله، والله اني اقوله صادق، وحفظه للقران وقرب العلماء والمشايخ منه وقربه للطيب منه. فاليوم انا دحام قبل البرنامج نتواصل انا وياه، يا دحام متى نشوفك؟ متى تقرب يمنا؟ نبغى ننسق معنا يكون مذيع، كان في بريطانيا فبعدين رجع بريطانيا، بعدين اخذ زياده على الخير اللي في الرجال ذا، والله مدح في وجه الرجال مذمه ولكن يمدح على انه شيء فيه ويستاهله. كلمته يا دحام وش علمك؟ نبغاك تكون معنا مذيع في قناه الواقع. قال والله ابو عبد الله انا بس واعد الوالده، هذا البر اللي انا احب الرجال لما اشوفه بارك والديه ويكبر في عيني واحطه على راسي وافتخر منه، ما اخاف منه انه يكون ردي ولا رخمه، لان ترى بعد بيئه الاعلام ترى فيها رخوم وفيها رديين بعيد منكم بعيد عنكم، الله يكرم من عندي، لكن افرح بالحر والصقر. اليوم الصقر
الحر دحام الضحيك نرحب به بفقرة في قناة الواقع الفضائية. يطول عماركم يسلمكم. نعقد الاتفاق بهالمصافحة بإذن الله بإذن ما أحد أحد. المصافحة تكفي عن 20 ورقة. الله يرضى عليك. أنت الرجال هي المضمون. أبقى يكون الحر. والله أنه شرف لي أني أكون متواجد معكم وأقدم الفقرة في البرنامج اللي أنتم فيه. أني أتحلوها وأتشفق عليها أشفاقة. من يوم ما كلمني قلت له، لكن هو صادق من باب البر كلمتني الوالدة، وأنا بدي الوالدة هو بيومي على كل شيء. قلت أخلص منهم وعلى خشمي وعلى قولة القائل وعود الحرار ديون. وعدته وجيته إن شاء الله. يعني باختصار هو جالس يتغلى يتغلى يتغلى. لا ما تغلى، أنا من هناك الإسراء اللي تبيه. سمي سيف. الله يطول عمرك. تقول أمو جامل ولا نفاق إعلاميين لنا؟ لا الله يسلمك. الرجال ذا ونعم فيه. ما عليك. نعرفه لا في السناب ولا التواصل الاجتماعي، علومه كلها طيبة. الله يطيب حالك. قدام السبت علي الرحمن. أقول لك مرحبا ومسلم الله يبقيك. طول عمرك. من الفقرة ناجحة بإذن الله دامك فيها. بإذن الله دامكم. ما الربع بينقص والباقي. ولا ناجيها. يا رب يطول عمرك. لكن الكلام عليكم أنتم. وأنا لو ما شفتكم من قبل لا أجي كان تعذرت. لكن ذكر الحياة والطيبين يبين. وذكركم بين. الله يحفظ. كانت بيجيك نور. الله يطول عمرك. نعم. وينور دربك وقبرك ودنياك واخرتك. وعند اخوانك كلهم يستاهلون العلم الغانم. الله يطول عمرك. رئيس الله يطول عمرك. الله يوفق الجميع. سلطان يمثلنا بقلتكم على الفاكهه. عندك يا سلطان. تم يا ابو اقف على الفاكهه. لا تفكر والله خاص. والله خاص. عن الخاطر عن الخاطر عن الخاطر. على الخاطر. طيب يعني بين فقره الرادار. فقره الرادار ستبدا. تفضل تفضل يا ابو زيع. فقرة الرادار ستبدأ. عطني يا مخرج فقرة الرادار مكانها هنا ولا في مكان آخر؟ كنترول 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 اسمعني. فقرة الرادار هنا ولا في مكان ثاني؟ هنا. طيب خلوا الرجال يتفكرون شوفوا المكان ثاني. ما أبغى نقوم نضيف على شار الرادار. شوفوا المكان ثاني لو الهاوس. طيب إذا بدأ علمني بقرة بس تكرما من المخرج بعض التبرعات اللي تبرعوا الآن لجمعية البر الخيرية الجديدة على بالي يجهزون فقرة الرادار. هنا ريهام محمد تبرع ب200 ريال، صالح العبد الواحد 100 ريال، طيمة الحربي 50 ريال، بدر عبد الله 50 ريال، فهد رفاعي 300 ريال، شهد عبد الله 50 ريال، حامد البلادي 510 ريال، سعيد الزهراني 300 ريال، محمد التميمي 500 ريال، وهنا تبرع من إبراهيم الدوسي 300 ريال، وفرج الدوسي 300 ريال، وفاعل خير 300 ريال، وهند الشهري 300 ريال، وهند الشهراني 50 ريال، وصيتة الحربي 300 ريال، وهيا الأكلبي 300 ريال، والتبرعات كثيرة، لكن أنا أقرأ تبرعاتكم لأنكم تبرعتوا لوقف اليتيم تبع جمعية البر الخيرية بجديدة. لعل من يشاهدنا أحب هالكلمة وأحب أقولها، في واحد وأنا متأكد أنه في آباء وأمهات وإخوان وأخوات صالحين وصالحات، وأطلبهم طلبة يرفعون يديهم يقول يا رب ارحم من كفل اليتيم مدى الحياة في مكة، يا رب اقبل منه عمله، يا رب ارزقه فردوس الأعلى من الجنة، يا رب انك تحقق لكل من تبرع عنده حاجة في خاطره او لعياله او عنده مريض او حاجة. قلوها يلي مؤمنين على الله ان الله مستجيب دعائكم، لعل واحد او اثنين من الله يستجيب دعوته فيتغير حالكم من حال الى حال. لان المتبرعين اللي يطلعون شيء من مخابيهم ومصرفاتهم عصب الحياة المال ثم يعطون اليتيم جزاؤهم عند الله الأوفى، ثم عندكم أنتم بالدعاء لهم فلا تحرمونهم. أسأل الله أن يسعدكم ويحرم عن جيكم النار وبيض الله وجيكم، وإن شاء الله نفرح وإياكم بكمال هالمشروع. ترى ما بقي إلا 8400 واحد بس منكم من 300 ريال يكتمل هالمشروع تبع جمعية البر الخيرية الجديدة. ودعناكم الله في أمان الله. I got it.